السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. اليوم أنتم على موعد جديد ودرس جديد من دروس لغتي بعنوان إجابة التقويم التجميعي رقم 1. أولا أقرأ النشيد وأجيب: جدتي جدتي حلوة البسمة، جدتي روضة من رياض الحنن، كلنا نلتقي حولها للسمع، في حكاياتها بهجة وانتفاع، أنفقت عمرها كله في العطاء. 1. أكتب الكلمات الناقصة في النشيد مضبوطة بالشكل: حلوة البسمة، أحسنتم، من رياض الحنان، أحسنتم، بارك الله فيكم، رائع، بهجة وانتفاع، بارك الله فيكم يا أبطال. أستخرج من النص كلمة منونة تنوين ضم، وتنوين الضم في نهاية الكلمة نضع على الحرف الأخير ضمتين، بارك الله فيكم، ممتاز، روضة، كلمة مختومة بتاء مفتوحة، رائع، بارك الله فيكم، أنفقت، كلمة مختومة بتاء مربوطة، وجميعنا يعلم شكل التاء المربوطة، تاء دائرية سواء متصلة أو منفصلة في نهاية الكلمة، رائع، حلوة، بارك الله فيكم، كلمة مبدوءة بآل القمرية، والآل القمرية نضع عليها علامة السكون، ممتاز، البسمة. السؤال الثالث: أكتب فعلا مناسبا للاسم الذي يأتي بعده: يحكي الجد حكايات جميلة. الجملة التالية: فراغ الجدة حكايات جميلة. ماذا سنكتب في الفراغ؟ نرجع للمثال الأول، سنجد أن الفعل بصيغة المذكر يحكي، لأن الذي حكى مذكر وهو الجد، إذا سنكتب في الإجابة، أحسنتم، تحكي، الجدة مؤنثة فنكتب معها الفعل بصيغة المؤنث، بارك الله فيكم. 4. أؤكد الجملة باستخدام إن، فإن من أدوات التوكيد، بارك الله فيكم، إن طاعة الجد واجبة، ممتاز. ننتقل إلى ثانيا: أغير الحرف الملون بحرف مناسب من الأحرف المقابلة، ثم أضع الحركات على الكلمة الجديدة. الكلمة الأولى على، والحرف الأخير الملون ألف مقصورة. سنختار أي من الأحرف، الزاي أم الميم أم التاء، بارك الله فيكم، الميم، أصبحت الكلمة علم. الكلمة التالية في، أي من الأحرف سنختار، الهاء أم الطاء أم الميم، ممتاز، الميم، أصبحت الكلمة فم، بارك الله فيكم. عن، والحرف الأخير حرف النون المحذوف. أي من الأحرف المقابلة سنختار، الثاء أم الميم أم الشين، ممتاز، الميم، أصبحت الكلمة عم، بارك الله فيكم. ثالثا: أصل المقطع الساكن بما يناسبه لأكون كلمة وردت في دروس الوحدة. المقطع الأول مكتوب تع، ماذا سنختار معه من المقاطع المقابلة؟ ممتاز، تعتذر، بارك الله فيكم، ونكتبها بجانبه. المقطع التالي يج، لس، بارك الله فيكم، ونكتب يجلس بجانب المقطع، ممتاز. الكلمة الأولى أصبحت تعتذر، الثانية يجلس،
ننتقل إلى المقطع الثالث. قر باء رائع، ولا ننسى أن نكتبها بجانب المقطع التالي. يق راء، بارك الله فيكم. المقطع الأخير عن دا، ممتاز، بارك الله فيكم يا أبطالي، ونكتبها أيضا. رابعا، أكتب جملة أصف فيها ما أفعله في كل موقف مع الاستعانة بالصورة. وكما نرى يا أبطال في الصورة فواز وأبيه، الأب يقرأ الجريدة، ومن الواضح أنه طلب شيئا من ابنه. إذا طلب أبي كأس ماء، ماذا سأفعل يا أبطال؟ نعم بالفعل، تفضل يا أبي الماء. أوافق وأطيع أبي، أحسنتم يا أبطال. الصورة التالية، إذا نهتني أمي عن اللعب بالهاتف. ممتاز، حاضر يا أمي، لن ألعب بالهاتف مرة أخرى. أشكركم يا أبطال. خامسا، أرتب الكلمات في كل مجموعة لأكون جملة مع الابتداء بالكلمة الملونة. رقم واحد، دروسا من أمي أتعلم وأبي مفيدة. نأخذ في الاعتبار يا أبطال أنه من المطلوب أن نبدأ بالكلمة الملونة، والكلمة الملونة هي أتعلم. إذا ماذا سأكتب بعدها؟ نراعي يا أبطال الترتيب الصحيح حتى تكون الجملة مفيدة. أحسنتم، أتعلم دروسا مفيدة من أمي وأبي. بارك الله فيكم. الجملة الثانية، أقاربنا نشارك أحزانهم أحوالهم نتفقد و. نراعي يا أبطال أن الكلمة الملونة هنا نشارك. كيف ستصبح الكلمة يا الجملة يا أبطال؟ ممتاز، نشارك أقاربنا أحزانهم ونتفقد أحوالهم. رائعون، بارك الله. ثلاثة، صلة الجنة دخول أسباب من الرحم. الكلمة الملونة هنا صلة، ستصبح الجملة صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. أشكركم يا أبطال، وكما اتفقنا أن ترتيب الكلمات يكون بصيغة صحيحة حتى تكون الجملة مفيدة. بارك الله فيكم. سادسا، اختار الدعاء المناسب وأكتبه في الفراغات. ونرى في الصورة يا أبطال الأم تقف بجانب ابنها وتبتسم ابتسامة خفيفة في وجهه وتدعو له بدعوة جميلة وهو يذاكر. ماذا سنختار؟ أحسنتم، وفقك الله. الجملة التالية مع الصورة الثانية، نلاحظ أن الأب يركض على السرير ويشعر ببعض من التعب. وبجانبه الابن وفي يده علبة دواء. ماذا سيقول الابن؟ أحسنتم، طهور إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أبطال. سادسا، أكتب حسب المطلوب. أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل. صلة الرحم تعني زيارة الأقارب والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم ومساعدتهم عند الحاجة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. نراعي هنا يا أبطال الكتابة الصحيحة والخط الجميل الرائع، مع عدم كتابة أي كلمات غير هذه الكلمات الموجودة. ممتاز، أكتب ما يملي علي معلمي، إملاء اختباري. سنكتب هذه الكلمات يا أبطال أيها الرائعون، بارك الله فيكم. الرحم، المدرسة، الأقارب، الرسول، عودتي،
البيت، الحنان، المعلم، التلاميذ، السماح. أشكركم يا أبطال، وننتبه لكتابة هذه الكلمات حتى نحصل على العلامة الكاملة. بارك الله فيكم يا أيها الأبطال، وأشكركم، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.